ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا فجأة دخلتوا والحاجات دي انتشرت امتى؟ انا كنت لسه نايم. ايوه بقى، اوعوا بقى. تعالي يا ايمي بالذوق احسن بدل ما بعرف اتصرف انا. Pretty and poised and soft to the touch, but God made me rough. Girl, so heavy the crown, they carry it all, but it's weighing me down. No, I'm fine, I'm lying on the floor, getting cracked door. You're only gonna let them in once, and you won't come undone. Cause a princess doesn't cry, a princess doesn't cry. Over monsters in the night, don't waste our precious time on boys with pretty eyes. A princess doesn't cry, a princess doesn't cry. Burn it like a fire, feel it all inside, but wipe your teary eyes. Cause princesses don't cry, don't cry, don't cry, oh, don't cry. هلو بمنادي الحلوين، النهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد. وفيديو النهاردة هيكون عن بصوا، فيديو النهاردة مش مقلب ومش تحدي ومش اي حاجة. ايوة طبعا. ايه بتقول ايه؟ لا ولا حاجة، ما قلتش حاجة خالص. تمام، فيديو النهاردة، انت نسيتني اصلا فيديو النهاردة عن ايه؟ عن صح، فيديو النهاردة عن روتيننا اليومي. كداب، ايه ولا حاجة، ما اتكلمتش. طيب ماشي يا جماعة، احنا هنصور لكم الروتين. احنا لسه صاحيين المفروض، فهنفطر. لا قبل ما نفطر انا هنزل. طيب النهاردة بقى ماشي، تنزلي تروحي فين؟ عايزة اروح السوق. تروحي السوق ليه؟ عايزة اروح السوق. طيب يا جماعة، هنفطر وبعد كده مش هنصور لكم الفطار عشان انا هاخدكم معايا السوق. فعشان الفيديو ما تقولش، انا مش هخليكم، مش هبين يعني الفطار ماشي. هفطر وانزل على طول. هنبقى نكلمكم بعد الفطار. طيب قبل ما نبدا، بس عايزه اوريكم البسين بالمنظر الجديد. هنا هو حطينا الكنبه ديت، وهنا هو بقى البسين نفسه طبعا، وهنا القعده الجميله دي. وبص الصوره الكيوت الجميله دي اللي اتعذبنا عشان نصورها. اتعذبنا دي، انا اتعذبت. اتعذبنا، انا مش فاهم. خلاص اتعذب عشان يصورها. ايوه كده بوظت اللقطه يا اخي. طيب يا جماعه، هنفطر ونرجع لكم. طيب يا جماعه، انا حبيت اقول لكم بس قبل ما هم ييجوا يعني، ان فيديو النهارده مقلب في محمد، والمقلب هيكون ان انا قررت اربي فراخ وحاجات وحمام وارانب والكلام دوت في البيت. فهشوف رد فعله. اصلا مقلب مش حلو قوي، بس ماشي اي حاجه يعني، نتامل وخلاص. عايزه الحق انتقم منه بدل ده، خلاص فرمني. طيب ماشي، خلينا نكمل في هقوله دلوقتي ان انا هنزل المول ايه؟ هنزل السوق وكده وهشتري بقى. المهم هنشوف رد فعل. طيب يا جماعه، دلوقتي انا هنزل السوق بقى وفطرنا خلاص. انت برضه مصره تنزلي السوق؟ امال لا يعني، ما انا لازم. طب يلا بقى اتاخري بقى براحتك، اتاخري ده. يلا بقى، يلا يلا، مع السلامه. مش مطمنه لك بس يلا. ايه مش مطمنين دي؟ وانا قلت حاجه؟ يلا يا ابني اوعى بقى، عايزه افرد رجلي على الكنبه. الله، دي طلعت العيشه حلوه قوي من غير موبايلات اهو، من غير طلبات. كل شويه طلبات. لا بقى، لا انا بجد هنام هنا اهو، خليني قاعد بلعب بالموبايل بقى. الله. طيب يا جماعه كده، انا هروح عند عمته، اتصلت بيها من شويه، قلت لها ان انا هتحضر لي الحاجات اللي انا هاخدها يعني وهرجعها لها تاني، وقلت لها تحضرها لها بس هترجعها لي بقى يعني، ولا ما هنشوف يلا. ودلوقتي يا جماعه انا وصلت عند عمته. زي ما انتم شايفين، هي عندها المزرعه ديت بتاعتها يعني، وتربي فيها الفراخ والحمام والارانب والحاجات ديت والخرفان والبقر وما علينا يعني. ازيك يا عمته؟ انا جيت. اهلا، ازيك يا ايمي؟ فين الحاجات اللي انا قلت لك عليها؟ تعالي محضراها. طيب يا جماعه، مش قلت لكم؟ انا قلت لها وهي لمت كل حاجه، فانا هاخد الحاجات ونروح على محمد على طول. اتفضلي يا ايمي، اتفضلي اهو، اتفضلي. خدي يا ايمي الحاجات اهي. طيب ماشي، شكرا يا عمت، تعبتك معايا. لا 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 عادي، اتفضلي. طيب ماشي عادي. طيب يا جماعه، دلوقتي انا اشتريت الفستان اللي انتوا شايفينه الاخضر القرف الجلابيه دوت، علشان ابقى لاقي معايا يعني ان هعمل ايه، بس هلبسه لسه. واشتريت الفرخه الجميله الكيوت ديت، اكيد فرخه فيهم اصلا، ممكن احتفظ بيها، بس اكيد محمد مش هيرضى يعني، لان هو اصلا بيقرف من الكلام دوت. فا اوكي هلبس وارجع لكم.
ودلوقتي يا جماعة لبسته هو ده شكلي الجديد، شكلي وانا فلاحة. اعيط ابكي على حالي. لا اوكي خلينا نخش في الموضوع بجد. يلا بقى عشان نروح لمحمد. طيب يا جماعة، ودلوقتي انا جيت نهوت وانا عارفة ان في فراخ نهوت ساعات، ايوه في، فهي فرخة كمان اهي، فاروح اشتريها من الراجل. لو سمحت يا استاذ كنت عايزة اشتري الفرخة دي بسرعة بس عشان مستعجلة. ايه ده يا استاذة، مش انتي ايمي؟ ايوه انا ايمي. امال ايه اللي مبهدلك ومسكر شكلك كده؟ وانت مالك انت ها، وانت مالك؟ ماشي كلامي وخلاص. حاضر حاضر يا فندم، اتفضلي امضي هنا. طيب امضي على فرخة. امسك يا ابني، امسك الفلوس انا ماشية. استنى يا استاذة، الفرخة دي من عندنا ولا مش من عندنا؟ استنى يا استاذة. ودلوقتي يا جماعة رجعنا، وكمان جبت انجي عشان تساعدني. يا دي انجي 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 انجي، خلاص مش عايزة من وشك حاجة. لا 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 خلاص هساعدك هساعدك. طيب زي ما انتم شايفين انا جبت صندوق الفراخ دوت، والحمام هنا اهو، وهنا اهو في خرفان، منظر وحش قوي. وهنا في فراخ تاني بس فراخ نوع تاني يعني. وهنا بقى في الارانب، في 3 ارانب بس في العالم، ارانب نادرين بقى. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ولبست انجي اللبس المعفن دوت، فاحنا الاثنين ما شاء الله بقينا ملكات القرف يعني، احلى خبيط. طيب خبطي يا بنتي، انا المفروض انت تخبطي، انا مش عايزه اتهز. ماشي. بقول لك ايه يا يوسف، انا مش قادر اقوم، انا مريح بقى ومغمض عيني. روح افتح عشان انت هتلاقيها امك. ايه يا ماما، ايه يا بابا ده؟ قوم بقى انا باكل كريز ومش فاضي. ايه يا مامي، ايه مين مامي؟ ايوه انا، افتح يا حبيبي. ايه ده مالك يا ماما؟ ايه ده، ايه القرف اللي انت لابساه يا ماما؟ عيب يا حبيبي، انت ازاي تقول كده على ماما؟ ايه يا ماما اللي انت لابساه ده؟ بس بس ادخلي يا انجي ادخلي. حاضر حاضر يا ايمي، يلا ادخلي. ايه الطريقه دي من امتى؟ ايه يا ماما في ايه، انت اشتغلتي ايه يا ماما؟ استنى بس يا حبيبي، امسكي موبايل يا نور. ايه ده في ايه؟ يلا يا انجي يلا يلا. انجي انت بتعملي ايه؟ معرفش بقى، زيت في الزيطه. طب اسكتي. يلا يا حبيبتي تعالي يا نور، هاتي الاقفاص اللي بره دي. ايه ده فيها، هنفتح مزرعه ولا ايه؟ ايه ده، بيتنا مزرعه، بيتنا مزرعه يا ايوه ايوه زي ما يوسف قال كده، هو هنعمل بيتنا مزرعه. يلا اطلعوا هاتوا الصناديق. فين ده؟ ايه ده، خروف. الله يا ايه ده، ايه ده اللي بيحصل ده؟ انتوا فجاه دخلتوا والحاجات دي انتشرت امتى؟ انا كنت لسه نايم. ايه يا محمد انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه القرف ده، ايه اللي، ايه القرف ده؟ طلعي الحاجات دي فورا. ايه القرف ده، انزل من على الكنبه عشان ما تبصش. طلعي انت الحاجات. ايه القرف ده، ايه ده، ايه ده؟ اصل انت ما تعرفش ولا ايه؟ بقول لك هربي حاجات دي، قررت خلاص ان انا اربي خروف وحاجات دي. خروف، هتربي خروف يا ايمي؟ خروف في ايه؟ اهدى بس عشان هتطرشنا. امال امشي امشي، استنى بس، رايح فين؟ خد فرخه اهي عشان ناكل فراخ طول السنه. لا مش عايز، شكرا، مشيها خليها. استنى بس، اصبر اصبر، امشي بقى، اصبر بس اصبر بس اصبر بس. طلعي الحاجات المعفنه دي من هنا. لا تعالى بس، تعالى تعالى، بص بص، الحاجات ديت هتفضل معانا في البيت، حاجات اللي تفضل معانا في البيت. يا ابني ده انا لسه حتى ما كملتش كلامي، ده انا لسه داخله. انت عملت اكن الموضوع بقاله بتاع 10 دقايق. يا بابا دي فيري كيوت، او ماي جاد. هو انت مش سامع الدوشه اللي عاملينها؟ ده انا صدعت. يا لهوي يا ايمي، المنظر مقرف قوي. لا 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 انا عاجبني يا محمد، حلو حلو. بقول لك ايه، طلعي الحاجات دي فورا، وخصوصا الديك دوت والخروف. ايه القرف ده، ايه القرف ده؟ هيا محمد خليهم حلوين، صح حلوين حلوين. يعني ايمي من الاخر كده، انتي مش هتقعديهم صح؟ قصدي مش هتمشيهم. ايوه مش همشيهم، ده انا خلاص بقول لك قررت افتح، هخلي البيت يفضل كده وطول العمر هربي فيه الحاجات دي. انتي متاكده؟ ايوه يا يا ايمي يا يا. وانجي اللي جابها؟ انجي عادي يعني، انا جبتها. مشي الخروف ده، ابعد عني. ايه بتخاف؟ ما بخافش بس قرفان. ايه القرف ده؟ يعني اخر قرار، مش اخر قرار، مش هتمشيهم صح؟ الحمامه بس اللي كيوت.
خرفان خرفان. انا على اخر الزمن محمد الدكتور، الدكتور محمد والدكتورة ايمي يربوا خرفان في بيتهم، صح؟ خرفان في البيت، خرفان. ايمي انا ماشي وسايب البيت خالص، لما اول بقى من الحاجات دي تموت ولا تشوفي هتروح في داهية فين ابقى ايه. يلا بقى انا ماشي وسايب البيت. اصبر بس، استنى استنى استنى. ايه اللي استنى؟ انت مش شايفه ولا ايه؟ خرفان، ايه القرف ده؟ اصبر بس. الله انا عجباني الفلكه دي قوي. لا دي احلى، الاتنين قرف، الحمامه احلى. لا 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 دي جميله. لا بقى على فكره لو هنتكلم في الفراخ يبقى الديك الجميل دوت احلى. بصوا الديك بيعمل صوت ايه. فالديك بقى صوته احلى. لا 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 ايوه مش الديك، يو هو يا الفرخه دي. لا لا الفرخه دي، يبقى الكتكوت الجميل الرقيق ده. هو الكتكوت ده جميل جدا، بصوا عامل ازاي بيصوصو. الله يا الفرخه ديت احلى. لا لا الديك دوت احلى. طير يا حمام، الديك دوت او الخروف، الخروف او الارنب جميل. لا 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 الحمامه الزرقاء، فين الحمامه الزرقاء؟ هي كانت واقفه من شويه اهي. لا لا الارنب والكتكوت. بقول لكم ايه، مفيش غير الخروف والديك والحمامه دول. لا مفيش احسن من وي بقى. خليني اعدي كده عشان انا مش هفضل قاعد لحظه واحده مع الحاجات المعفنه دي. ايه الحاجات المعفنه دي؟ جميله. مش عايز تربي فراخ طول عمرك؟ مش عايز تربي فراخ؟ لا شكرا مش عايز، مش عايز شكرا. ليه دي حلوه؟ تعالى بس شوف. اوعي اوعي. انا ماشي خلاص، يلا امشي انا ماشي. استنى استنى بقول لك تعالى. عايزه ايه؟ تعالى اقول لك حاجه خير. تعالى هقول له يا انجي. هتقولي له ايه؟ بس استني في خناقه هنا. خناقه؟ ايوه يا ماما. ماما انجي بتقول ان الخروف والحمامه ديت والديك دولت احلى من الارنب والكتكوت بتاعي. لا 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 نور بتقول ان حاجاتها احلى، وانجي بتقول حاجاتها احلى. بس حاجاتي احلى؟ حاجات ايه؟ بقول لك الحاجات دي هتمشي حالا، كلهم هيمشوا حالا، يا اما مش هتلاقيهم، مش هقعد لكم في البيت. لا لا اهدى بس اهدى. عايزه اقول لك حاجه، ده كان مقلب. نعم يعني كل ده مقلب؟ ايوه مقلب، وانا ساعدتها فيه اكيد. يعني هي مش هتربي فراخ والكلام دوت؟ اه طبعا. ايوه طبعا طبعا، ما انا عارف. بصي بقى الحاجات دي كلها عارفه ايه اللي هيحصل فيها؟ ايه هنخليها في البيت؟ الله ده انت طلعت طيب قوي. لحظه بس، هو مين اللي قال ان انا هخليها في البيت؟ انت بتقول هتخليها في البيت. بقول هرميها هرميها، هتشوفي. بصي بصي كلهم يلا هش هش. بصوا 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 المنظر. بقول لك ايه يا ايمي، تعالي اتصرفي وهشي الحاجات دي من عندي. وانا مالي؟ هو انا اللي جبتهم؟ لا انا اللي جبتهم، انا اللي جبتهم. تعالي مشيهم، لازقين فيا كده ليه؟ معرفش يمكن انت كنت بتاكل دورة ولا حاجه وهم جعانين. بطلي، تعالي هشيهم. وانا مالي انا؟ تعالي هشيهم يا يوسف يا حبيب بابا. تعالى تعالى يا حبيبي. يلا هشيهم انت يا بابا، ما انا مزنوق وانا عارف اتحرك اصلا. هش هش، مش راضيين، اعمل ايه طيب؟ هش هش. تعالي تعالي يا نور، انت هتعرفي تتصرفي. تعالي يا نور. يا بابا انا لا خايفه اقرب منهم اكتر من كده، خلاص اتعاملت معاهم كفايه. يا ايس تعال، خلوا ايس طبيق، هما هيخافوا من ايس. هاتوه. لا ايس واقف هنا اهو مش هيتحرك. يا رخمه يا رخمه. ايوه بقى اوعوا بقى. تعالي يا ايمي بالذوق احسن بدل ما بعرف اتصرف انا. إيه حاضر حاضر، هاجي بالذوق هاجي بالذوق. هش هش يلا خلاص هيترموا. واحنا هنعمل فيهم ايه؟ واحنا هنعمل فيهم ايه؟ هذبحهم واحطهم في الفريزر. شوفي عشان ايه ناكل طول السنه. شيل البتاع ده من على راسي. هش بقى هش بقى، اطلعوا انهوا الفيديو انتوا عشان ايه. وبس كده يا جماعه، الكل وصلنا هي فيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل فيديو جديد احنا بننزله. بس كده باي. ايه المجنون ده؟ طب خد بقيه الحاجات. طب يلا هش هش كلكم، يلا هش. روح اذبحهم انت بقى. ليه شايفاني جزار؟ يلا بقى هش، يلا 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 بقى. احنا الفيديو يلا اتكلي على الله يا انجي. ايه اتكلي على الله دي؟ مش فاهمه انا. طيب يا جماعه كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ودوس على جرس التنبيه عشان ننزل لكم كل فيديو جديد احنا بننزله. وبس كده باي. I'm gonna make you mine.